في عنوان يعني قريته اكتر من مره بيقلقني، خلينا افكر كويس جدا. يعني لما نقول على مستوى العالم الحكومات بتضع خطط للقضاء على الفقر او على الجوع، يعني ايه ده؟ احنا ما تعودناش على الكلمه دي. حكومات لدول يقول لك انا عندي خطه عشان اقضي على الجوع. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك زياده سكانيه على مستوى العالم وتحديات كثيرة بتواجه إنتاج الغذاء، على رأسها محدودية الموارد. أنت يعني مساحة الأراضي الزراعية على مستوى العالم ثابتة، بيتم استصلاح أراضي جديدة وده بيحتاج وقت ومجهود. المياه، حكومات كثيرة جدا وشعوب كثيرة جدا بتعاني من نظرة المياه. بربط الكلام ده بالمحصول الاستراتيجي الاول عندنا في مصر وهو القمح، رغيف العيش، الخبز، بس احنا بنقول عليه العيش من كتر ارتباطه بحياتنا اليوميه، ما نقدرش نستغنى عنه. وفي الحقيقه علمائنا قاموا بدور جميل جدا في هذا الملف، لان قدروا يستنبطوا اصناف وسلالات عاليه الانتاجيه ومقاومه للامراض، دي رفعت من انتاجيه الارض الزراعيه. ما يقال الآن علميا والله أعلم، ممكن في المستقبل يحصل طفرة أخرى، إن احنا وصلنا لأعلى إنتاجية، يعني هو ده كده أخيرنا. وبيحصل تنافس شديد ما بين القمح ومحاصيل استراتيجية أخرى، هنزرع أقماح ولا هنزرع أعلاف خضراء، عندنا ثروة حيوانية محتاجينها ولا هنوفر رغيف العيش للمواطن، فبتلاقي في تنافس شديد. ابتدينا نسمع عن محاصيل أخرى نقدر ان احنا نستفيد بيها، وده سؤال انا هسأله اول حاجة. الكينوا هو فعلا بديل للقمح؟ طب هو كمحصول ليه مواصفات اخرى تخليه ينافس القمح؟ يعني ينفع يزرع في اي ارض؟ يصلح للاراضي الفقيرة؟ انتاجيته، مواعيد الزراعة، ينفع يتصنع منه رغيف خبز؟ قيمته الغذائية، أسرار كتيرة جدا عن الكينوا أنا بصراحة ما أعرفهاش، النهاردة عايز أتعلمها. أنا بيشرفني وجود الدكتورة شيرين منصور، أستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء. إزيك يا دكتورة شيرين؟ إزي حضرتك؟ إحنا حاولنا يعني، أو حضرتك فعلا بصراحة قلت لنا أنا بشتغل على البحث ده من فترة فعلا وما تواصلناش مع بعض، وليا الشرف انك تكوني منوراني النهارده، فانا بعتذر لك يعني. لا بصراحه يعني انا ليا الشرف اكون مع حضرتك النهارده. منوراني. يعني ايه كينوا؟ كينوا دي هي نبات ظهر الاول في امريكا الجنوبيه، يعني هو الموطن الاساسي بتاعه هو في امريكا الجنوبيه. ابتدت هنا مصر تعرفه من 2005، ابتدت فيها محاولات. هو موجود في امريكا الجنوبيه؟ اه. ابتدينا ندخله مصر في 2005. من 2005 ابتدى يدخل في مصر عن طريق محاولات لابحاث ودكاتره ابتدوا ينقلوا خبراتهم، سافروا بره شافوه جابوه هنا من امريكا لهنا في مصر، يعني ابتدت محاولات بسيطه في وما زالت مستمره. يعني احنا في الاول ان احنا كنا في مركز بحوث الصحراء. الكينوا بيستخدموه في امريكا في ايه؟ ده بيستخدموه في كل حاجه، في كل حاجه من الاول. الورق النبات بتاعه ورق بذره، الناتج النهائي بتاع مخلفات بتاعته للاعلاف، الورق بتاعه بيعملوه زي السبانخ، بيطبخوه ياكلوه زي السبانخ، الحبوب بتاعته بتتاكل زي الرز. طب احنا ليه ربطناه بالقمح؟ هو ده صح ان احنا نربطه بالقمح؟ ده صح علميا؟ لا هو مش صح. مش صح؟ لا مش صح. هو ما ينفعش ان احنا نقول عليه ان هو بديل للقمح. تمام. لاسباب كتير قوي، لحد دلوقتي احنا ملوش سوق عندنا في مصر، سعره غالي فهظلمه لو ان انا ربطته بالقمح، لكن احنا في لكن محاولات تانية. لكن في مميزات تانية كتير. كتير. وفي منه ان انا احل بيه مشكله القمح اللي عندي في مصر. تمام. يعني ان انا منه ازاي ان انا استثمره واحل بيه مشكله القمح في مصر. دي اللي هنتكلم عليها. ازاي؟ هو بقى. طيب. انا برضو عايز امشي خطوه خطوه لان انا عندي شغف بيخليني اسبق في المعلومات واتكلم بسرعه. دخل عندنا مصر في 2005 كان بغرض البحث العلمي؟ اه، كان الاول كانت محاولات، بعد كده ابتدى مستثمرين عندنا هنا في مصر بيستخدموه، يعني بيزرعوه هنا في مصر في الاراضي الصحراويه لغرض التصدير،
ما بينزلش الانتاج محلي او الناس ما تعرفوش كتير. أيوة. في ناس هنا كتير في مصر بتعرفه وبتاكله في حياتها اليوميه بس بيجيبوه من بره. يعني في ناس انا قابلتهم قالوا لي احنا بنبعت نجيبه من امريكا مع انه بيتزرع عندنا. بس اللي بيتزرع عندنا بيتوجه للتصدير. اللي موجود في الهايبر والسوبر ماركت الكبير عندنا هنا في مصر مستورد. ده صح. يعني الكلام ده صح. احنا بنجيب منتج ندخله مصر ونشتغل عليه وبعدين نزرعه وبعدين نصدره ونرجع احنا نستورده. ممكن يكون هو ده اللي احنا صدره. هو ما هو لا ما انا هي ليه بقى؟ لان هو في ميزه نسبيه عاليه. لا لان هو ايه؟ لما انا استورده من بره استورده بسعر الدولار بتاعه قليل، هبيعه هنا في مصر سعر الكيلو بيوصل هنا في الهايبر الكبيره ب 200 جنيه للكيلو. شايف الفرق؟ ان انا هشتغل ب 2 3 دولار هبيعه هنا بكام؟ ب 200 جنيه والمواطن يدفع بالظبط. انا لما هزرعه انا هنا مش هيكلفني حاجه لان تكاليفه قليله جدا في الزراعه، وهبيعه بره بكام؟ فهالفرق السعر بين المصري والدولار طبعا عالي. ما انا ممكن اكسب برضه. انا اللي انا بستورده حضرتك بتقولي بيوصل ب 200 جنيه، وانا لو انتجته عندي هنا في مصر او زي ما احنا بننتجه حضرتك بتقولي مش ما بيحتاجش حاجه ما بيتكلفش حاجه. أيوة. طب انا هبيعه ب 200 جنيه برضه. هو احتياجاته اصلا في الزراعه كلها تلت احتياجات القمح. لسه هتكلم عليه بقى كزراعه. طب احنا قيمته الغذائيه اشتغلتوا ابحاث علميه على قيمته الغذائيه؟ طبعا اشتغلنا فيه عليه كتير قوي ابحاث. هو مفيد لمرضى القلب والسكر والضغط. في ميزه كبيره قوي ان هو بيكون الاحماض الامينيه الاساسيه للجسم اللي الجسم بيبقى محتاج ما بيعرفش يكونها بنفسه، فلازم ان هو ياكلها الانسان عن طريق زي البروتين الحيواني. لا ان هم مثلا اللي هم النباتيين ممكن بيعتمدوا عليه تماما. يعني كل كوبايه كينوا مطبوخه بتديني 8 جرام بروتين. بالنسبه للالياف غني جدا بالالياف، فبالتالي مفيد للناس اللي عايزه تخس ومشبع جدا ليهم. مضاد للاكسده والفيروسات. هو ما بيحرقش الدهون بس هو بيعمل امتلاء للمعده، فاللي عايز يخس بيحس ان هو شبعان. بالظبط بالظبط. فهي في الفوائد. اهم فايده فيه كمان بقى ان هو مفيد جدا للمرضى اللي عندهم حساسيه الجلوتين من القمح اللي هو زيرو جلوتين. ان هو الاطفال اللي احنا عندنا هنا في مصر بتعاني احنا بنظلمه لما نربطه بالقمح، وبرضه ذكرتيه مع القمح. لا هو لان القمح احنا عندنا هنا في مصر مثلا يعني اكتر من 2 مليون واحد بيعانوا من حساسيه القمح. أيوة. وخصوصا اطفال. ولا اقتصاديا كتير بتدور مش هينفع على يعني احنا بنتكلم على انه سعره مرتفع فانا مش هصنع منه رغيف عيش. لا يعني ما هو انا هقول لك بقى ان احنا هنعمله ازاي. ان احنا في اتجاهين اتنين، احنا يا اما نوجهه نزرعه ونوجهه للتصدير، فبالتالي انا هوفر عمله صعبه استورد بيها القمح اللي انا محتاجاه تمام، او ان انا هدخله مع المنتجات اللي انا بصنعها بنسبه 15% ل 20%. يبقى انا وفرت كميه القمح اللي انا بستخدمها بنسبه. هي معادله اقتصاديه مهمه جدا دايما انا بتكلم عليها لاول مره الاقي لها اجابه بصراحه. انا بستورد قمح ومضطر لده، والحمد لله احنا عندنا انتاج متزايد، وبعدين دخلنا في فكر جديد مستنير ان انا اقلل من الفاقد. منظومه التخزين والنقل النهارده متطوره جدا، فانا قللت من الفاقد. طب انا برضو لسه بستورد لان عندي زياده سكانيه وعندي محدوديه موارد. طب انا ممكن استفيد بالارض الزراعيه في منتج سعره اضعاف اضعاف القمح، وهستورد بالفرق اللي ما بينهم. هي دي معادله اقتصاديه بسيطه انا قلتها بالاسلوب سهل شويه، انما الدكتوره قالتها بطريقه علميه جميله وشرحتها. النهارده انا اللي هوفره من الكنوة هصدر، هقدر انتجه واصدره، هيدخل لي عمله صعبه ادخل بيها القمح. ده انا ممكن اعمل تبادل تجاري، يعني لو هو مطلوب في بعض الدول اللي تمتلك القمح اللي بنستورده بالمواصفات المنضبطه هعمل تبادل تجاري، خدوا منه كنوة وابعتوا لي القمح. طن الكنوة هجيب قصاده 13 طن قمح. طن الكنوة اللي هصدره هجيب قصاده 13 طن قمح. وهوفر قد ايه بقى ميه؟ ان انا الميه عندي في الكنوة ما بتحتاجش 1000 متر مكعب. هو الكنوة ما هي الاراضي التي يجود بها زراعه الكنوة؟ يعني خصائصها ايه؟ اللي هي بتجود في الاراضي الهامشيه. ايه هي الاراضي الهامشيه؟ الاراضي الهامشيه دي هي الاراضي اللي بتكون انتاجها قليل او اللي هي خرجت من الخدمه. أي. ان هي الارض ابتدت تملح، الخصائص بتاعتها ما عادتش بتدي انتاج مرضي للفلاح، فطبعا فكان الفلاح كده بيعتبر له خساره. صح. ان الانتاج بتاعه قليل او ان هو هيبيع المنتج بتاعه بسعر منخفض. صح. ففي الحالتين هو خسران. فانا لا هزرع انا عنده، انا مش هروح ازرعها في الدلتا.
في الاراضي القديمه بتاعتي ولا كده، لا هي بتتحمل ملوحه، هي بتوصل الاراضي الهامشيه توصل الملوحه لكام جزء في المليون؟ توصل بتتحمل لغايه 8000 بي بي ام. يعني انا لو عندي في ناس بتشتكي ببعض الاراضي في المهره، اه ما زرعناش كينوا ليه؟ احنا قلنا لهم وعملنا معاهم تركيب محسوب، احنا زرعناها في الوادي، احنا زرعت 3 فدان الموسم ده الوادي الجديد ارض في الوادي الجديد، لا في اراضي هناك فيها ملوحه، دخلتوا على الاماكن الصعبه، الاماكن الصعبه، وفي كمان اللي هو البير اللي بيبقى فيه الميه بتاعته مالحه، سقناها بالميه المالحه. طب الزراعه التعاقديه دخلت مصر بالنسبه للكنوة عشان نشجع الناس دي؟ لا لسه. الناس اللي بتصدر بتصدر ازاي؟ يعني النهارده ما عنديش حد متخصص اقدر اقول له إيه، انت كشركه وعندك السوق العالمي موجود، ما تيجي تتعاقد مع الناس دي وزرع لهم الكنوة. ما هو ده يا ريت بقى اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا بنفتح اسواق من الناس معاهم، لكن هنا المستثمرين اللي هنا في مصر هم بيزرعوا اراضي خاصه بيهم، هم ان هم بيزرعوها هي لحسابهم وبيتم بيتم عشان ما فيش ربط بس بالزبط. الناس دي لو مدت ايديها وتعاونت مع مناطق كثيره جدا هنزود الانتاج. المعلومات جميله وقيمه. اولا نسبه الملوحه تصل الى 8000 جزء في المليون، فاقدر ازرع كنوة. الموسم الزراعي بيبتدي امتى وفتره الموسم كام شهر؟ هو الموسم كله 110 يوم. 110 يوم بتبتدي امتى؟ ممكن نبتدي نزرع من اكتوبر نوفمبر يعني ديسمبر، شغاله معانا لغايه يناير تزرع. دخلنا على الموسم بالظبط، من اكتوبر نقدر نزرع، من نوفمبر لغايه يناير احنا كده بنزرع، هنبتدي نزرع بالظبط. هل التقويه بتاعته متوفره في مصر؟ احنا عندنا، احنا في المركز، لان احنا اللي احنا زرعناها المشروع عندنا في اللي كان تبع المركز اللي هو الدعم المزارعين، احنا زرعنا معاهم، واحنا احنا اللي بنشتري منهم التقاوي علشان ويس. ان احنا نشجعهم ان هم يعرفوا يعني. بالظبط، علشان المزارع يبتدي يعرفها ويبتدي ينشرها ما بين المزارعين اللي حواليه. يعني احنا ابتدينا بالمزارع الاول، نقول له احنا هنشتغل معاك وهديك التقاوي وهديك السماد وهديك كل حاجه واتابع معاك عمليه الزراعه لغايه الحصاد، وبعد كده انا هاخد التقاوي اللي انا ايه اللي انا زرعتها كلها. فطبعا هو دي بالنسبه له مشجع، لانه مربح ما بين ان هو يزرع اي محصول تاني ما بين انه يزرع الكنوة. صح. يعني ايه اللي احنا محتاجينه؟ في اراضي كتيره جدا الناس بتشتكي، يقول لك نسبه الملوحه عندي عليت، التقاوي موجوده في مركز بحوث الصحراء لان هم دخلوا التقاوي دي من اجل البحث العلمي في عام 2005 وابتدوا يزرعوها ويشتغلوا عليها، فانت النهارده التقاوي متوفره، لان منظومه التقاوي وانتاجها خلي بالكم بتزيد موسم بعد موسم، يعني مش من اول موسم هتقدر تقول ان انا هنتج تقاوي تكفي مثلا 1000 فدان، لا ده انت لازم بيبقى فيه تدرج في الانتاجيه. للقصنا نقطه مهمه جدا، وانا بناشد رجال الصناعه والمستثمرين الوطنيين، النهارده لو انت تمتلك المقدره على دخول الاسواق العالميه وبتصدر هذا المنتج من مصر، طب ما تعمل زراعه تعاقديه، اشتغل مع الناس دي. هل الكنوة ليها مميزات للمنتج المصري؟ يعني اللي بتتزرع عندنا في الظروف المناخيه المتاحه ليها مواصفات نقدر ننافس بيها، ولا هي زيها زي اللي متوفره في السوق العالمي؟ لا هي زيها زي السوق العالمي، احنا عندنا زرعنا الكنوة اللي هي المره والكنوة الحلوه، وبالعكس ده احنا كمان عندنا السيدات ان احنا بقينا ان احنا ما اكتفناش ان احنا نعلم زراعه بس، لا ان احنا نعلم ثقافه غذائيه جديده، ان ازاي الست تبتدي تتخلى عن ثقافتها القديمه في القمح بس وهو اللي تشتغل بيه، لا تبتدي تدخل الكنوة في اكلها كله، وبالتالي كمان ان هي تبتدي تعمل مشاريع. يعني احنا كمان المركز وفر لهم معدات يستخدموها بالمجان ليهم هناك في الجمعيات، ان هم يبتدي يقشر الكنوة ويطحنها ويعبيها في صورة دقيق او في صورة حبوب علشان يطبخها زي الرز، لان هي ممكن تطبخ زي الرز. عندنا ستات في الوادي عملنا ما بينهم مسابقة، عملوا منها محشي وحشوا منها الحمام وعملوا بسبوسة وعملوا كيك وعملوا بسكوت وعملوا فطير بتاع الصبح. عندنا دكتور برضو دكتور صناعات غذائية دكتور فؤاد عمر، ده عمل لنا قهوة من الكنوة، عمل لنا سوبيا، عمل لنا سحلب، عمل يعني مش من الكنوة، عمل مايونيز، عملنا الكوكيز بتيفور. دي بتدخل في كل الصناعات الغذائية؟ كله. الصميت اللي بجنيه ده دخلنا في الكنوة، بس ما بقاش بجنيه بقى، لا بجنيه برضو احنا عملناه نفسه. انا ولا لان احنا دخلنا بنبدل بس نسبه الدقيق اللي بنوفرها منه، هي بندخل مكانها كنوة، يعني نسبه 15 ل 20% بس، من 15 ل 20% بس. طيب استهلاكها المائي، يعني احنا كده كده بنتكلم على درجه ملوحه مرتفعه في التربه وفي المياه تصل ل 8000 جزء في المليون، فهي مياه غير مستغله اساسا، يعني يعني نقطة البداية إن المية اللي عندي دي 8000 جزء في المليون هي أنا ما بستغلهاش.
وابحاث كتيره جدا الهدف منها دلوقتي رفع كفاءه استغلال المياه حسب نوعيتها. فانا عندي الكنواه بيجود معدل استهلاكه في المياه وطريقه الري والمعاملات الزراعيه والتسميد، المعلومات دي يلاقيها فين المواطن او المزارع اللي عايز يشتغل في الكنواه؟ احنا عندنا في المركز طبعا بنقدم كل الدعم الفني لاي حد بيبقى محتاج عنها. عندنا نشاطات عملناها على اللي هي زراعه الكنوه من اول بدايه تجهيز الارض لغايه عمليات الحصاد. عندنا دكتور ايمن بدران في المركز، هو طبعا استاذ الكنوه، هو اللي مدخلها اصلا، جابها الاول معاه من امريكا هنا في مصر، وهو حاليا ماشي في اللي هو في تسجيل اول صنف مصري من الكنوه هنا عندنا في مصر. هي بتتم يعني هي احتياجات الكنوه كلها تلت احتياجات القمح في المعاملات كلها. مثلا في الري هي ما بتحتاجش اكتر من 1000 متر مكعب طول فترة حياتها كلها. هي بتحتاج راية أساسية في البداية وراية في عند الحصاد، يعني متحملة، وراية ممكن تشجيعية كده في النص بس. أيوة. حصادها وطرق التعامل معاها أثناء الحصاد سهلة؟ هي حصادها ما فيهوش أي مشكلة. هي بيجمع السنابل، هي شبيهة شوية بسنابل القمح. فيها ميزة تانية عن القمح إن نسبة الفقد في القمح وهو في الأرض بتوصل 21% نتيجة أكل العصافير. أيوة. الكنوة بتتميز بقى بإن فيها مادة الصابونين المرة دي، فالعصافير ما بتاكلهاش. فدكتور أيمن برضو عمل فيه محاولة كده إن هو يرش المادة الصابونين دي على المحاصيل اللي حواليها أو كده، فلقوا إن العصافير ما بتجيش عليها برضو. إحنا ممكن نزرعها ومش عارف ده ينفع ولا لأ، ده أنا بفكر معاكي. يعني لما يجي عندي مساحات شاسعة بالقمح ممكن أعمل سياج حواليها بالكنوة بحيث إن هو حتى هيبقى ده يقلل الفقد في في العصافير، ان هو اللي بياكل، لان ماده الصابونين طبعا اللي هي فيها دي هي دي الماده المراره اللي فيها. فبتم من 2005 لغايه النهارده احنا استفدنا من الكنوه في مصر؟ حاليا لسه لحد دلوقتي هي محاولات. لسه لحد دلوقتي احنا بنحاول. 17 سنه تقريبا بنحاول. 17 سنه. يعني الفكر الجديد اللي انا شايفه في الدوله ومتابعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاي مشروع وتوطين التكنولوجيا واستحداث تكنولوجيات تدخل مصر بيحصل في أيام وفي شهور وفي أسابيع. لكن لما أنا أجي أتكلم من 2005 دخلت الكنوة عندي بهدف البحث العلمي، ده شيء جميل جدا، لكن من 2005 وأنا بشتغل على البحث العلمي 17 سنة. يعني كان احنا بنتكلم على اهميته الغذائيه، دخوله في عدد كبير جدا من الصناعات الغذائيه، ويمكن ان هو كده يعني حسب كلام الدكتوره شيرين دخل في كل الصناعات الغذائيه ورفع من قيمتها. وفي ناس عندها حساسيه من الاقماح ممكن ده يكون غذاء مناسب ليهم، وبيتصدر برقم بسعر عادل بسعر مجزي. واحنا لسه بنبحث. طب بنبحث في ايه؟ طب انت عندك اراضي بتقول وبيستغيث المزارع كل فتره يطلع يتكلم يقول لك انا عندي الارض ما تنفعش ازرع، الميه مملحه والتربه فيها املاح. طيب الناس دي اللي عنده درجه ملوحه تصل ل 8000 جزء في المليون عشان يزرع كنوه، ايه اللي ناقصه؟ العلم موجود، التقاوي موجوده، علمائنا والباحثين بيشتغلوا في هذا الملف وبيساعدوا وبيدوا المعلومه ما بيخلوش بيها ابدا على اي مزارع او مواطن. ناقصنا جزئيه مهمه جدا هي اساس النجاح للعمليه الزراعيه، التسويق. تكون احنا هنا في مصر الناس بتشتريه، وانا اول مره اعرف ده، وبنستورده من الخارج يعني بندفع عمله، وفي نفس الوقت بنصدره مطلوب في السوق العالمي. طب ايه اللي يعني احنا محتاجين تبني لهذا المشروع، تبني لهذا المحصول نسوقه بس. نفسك في ايه؟ والمركز بيشتغل ازاي؟ مركز بحوث الصحراء، شايفين ملف الكنوه محتاج ايه؟ لا هو بصراحه احنا اليومين اللي فاتوا دول يعني ان احنا ابتدى اهتمام كبير قوي بملف الكنوه. احنا يعني اول سنه السنه دي ندخل اليوم العالمي للكنوه، مصر تشارك فيه مع 25 دوله اوروبيه. يعني دي كانت بالنسبه لنا طبعا في مركز بحوث الصحراء كان انجاز كبير ان احنا نوصل للمكانه دي، ان احنا بقينا على القاعده اساسا ان احنا مع الدول الاوروبيه كلها اللي ابتدت تنتج فعلا الكنوه، ان ابتدت مهتميه بيها.
منظمة الغذاء العالمي ان هي ابتدت عملت سنة 2013 السنة العالمية للكينوا، وابتدت تنشرها في كل الدول عشان تعالج مشكلة الفقر والجوع وامن الغذائي في كل حتة. فالحمد لله احنا دلوقتي ابتدينا مصر ناخد خطى فيها ثابتة. عندنا المركز بيقدم دعم جامد جدا للمزارعين في الكينوا، للمرأة بالذات، ان احنا يعني حاولنا ان احنا نخليها ان هي ازاي تعمل مشروع صغير من عندها. الفدان بيحتاج تقريبا بيحتاج حوالي 2 كيلو. 2 كيلو بكام؟ ال 2 كيلو من عند احنا دلوقتي اللي احنا عندنا من المزارع من 20 ل 25 جنيه. من 20 ل 25 جنيه 2 كيلو. وسماد ومعاملات زراعيه مثلا الفدان 1000 جنيه؟ اه تقريبا. هيديني انتاجيه قد ايه؟ هيديني طن. الطن بكام؟ لو بعناه حوالي 30,000 جنيه. هصرف 2000 جنيه وزيهم قيمه ارض هامشيه. شوفوا بقى الارض الهامشيه بتتقدر بكام، ومياه غير مستغله، وموسم 3 شهور، هصرف 2000 3000 جنيه، هبيع الطن ب 30,000 جنيه. دي حسبه بسيطه جدا. عندنا مئات الافدنه في اراضي كثيره غير مستغله بسبب ارتفاع نسبه الملوحه. الكينوان النهارده بيحل المشكله دي ويخليك غني، وده هيعود على الاقتصاد المصري بالاستقرار وبالنفع. عندنا موارد كتيره جدا، دايما بقول الصحراء غنيه، بس من يمتلك فن التعامل مع الصحراء المصريه ومن يمتلك العلم هو ده اللي يقدر يوجهنا. التوجيه موجود، وانا بعتذر لحضرتك لان الدكتوره شيرين حاولت تتواصل وتنشر الفكر ده معايا من سنه تقريبا. اللي انا عايز اقوله ان احنا محتاجين جزئيه واحده بس دلوقتي، ان احنا نعمل كيان صغير، رابطه، جمعيه تعاونيه، ايا كان المسمى، ويحط ايده في ايد علمائنا في اصحاب ويتعاون مع اصحاب الاراضي. هنقدر نحقق انتاجيه ودخل من اراضي هامشيه غير مستغله ومن مياه غير مستغله بسبب نسبه ارتفاع الملوحه 8000 جزء في المليون، ونحقق منها عائد كويس جدا. عايزه تقولي كلمه اخيره؟ احنا ابتدينا بالفعل ان احنا ننشئ رابطه زي اللي هي منتجي ومصنعي الكينوا في مصر. ومش مفيش مصدري؟ لا. ليه؟ عايزين نصدر كمان. بشكرك يا دكتوره شيرين، نورتيني. دكتوره شيرين منصور، استاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء، بشكر حضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. ميرسي. بعد الفاصل هكون معاكم اسمع شكوتكم واتكلم معاك وناقشها. على فكره دايما لما المزارع بيتصل يقول لي على مشكله ما بسيبوش، بكلمه اطلع منه شويه معلومات عشان انا اللي هنقل الرساله دي للمسؤول، ندور على حل سوا بعد الفاصل.